بقول الحمد لله على نجاح الالبوم، وبشكر كل الجمهور اللي حب الالبوم وحس الاغاني بتاعته. وانا تعبت فيها جدا، ومجرد ما البوم 180 درجه نزل بالفعل بدات احضر في الخطوات اللي بعد كده. انا بحاول طول الوقت ادور على اكتر كلام واكتر نوعيه الحان تقدر تعبر عن الناس وتحسها. فانا بدات في الفكره دي، انما الاطار العام للالبوم لسه ما حددتش شكله ايه، بس بدات يعني ادور على الاهم، وهو المواضيع اللي بتعبر عن الناس. بقول لجمهوري انتوا مش جمهوري، يعني انتوا اهل واصدقاء واخوات وسند ليا، وطول عمركم واقفين جنبي، وانا عايش طول عمري عشان اعبر عنكم في كل اغنيه وكل افلامي والمسلسلات، واظن انتوا بتحسوا ده. فرحت جدا بتقديركم وبرايكم، ويعني انتوا يعني بتدوني دفعه كبيره قوي بحبكم وباخلاصكم ليا ان انا اكمل بنفس المستوى واكتر كمان. فربنا يكرمني يا رب، وابقى دايما عند حسن ظنهم باذن الله.